اليوم منتجات من بوب تارت. يلا بينا. شيء من التقليدي ما ادري اذا يعتبر عندكم عادي وقديم. سناك خفيف لطيف تاخذه وياك رايح الدوام رايح اي مكان، شيء جبار للامانه. حبيته انا مؤخرا، قمت اكله ويا شاي ويا القهوه، حبيته بشكل عام. وفي تنوع عندهم رهيب. انا اول واحد جربته وعشقته اللي هو الاستروبري، فراح ابلش فيه بالبدايه وبعدين ندش على الانواع الثانيه. حلوين، خل اوريكم التارت اصلا شلون صاير. هذا مثلا عندنا انواع مثل هذا، هذا شفتكم فطيره وداخلها حشوه، وراح نشوف هذا اوريو. لا خلونا نروح على صاحبنا اول بعدين نروح على الاوريو. اللي ما شاف حلقه الاوريو يا جماعه يشوفها كاي موجوده فوق. خذيت هالمجموع من مركز سلطان يا جماعه، حبه حبتين اربع حبات، كل تشيز في حبتين، فنرجع الزايد حق بعدين. حلوين. هذه التارتس نبطلها، فروستد ستروبري. خلينا نجرب التارت ونعيش وياه. لما انا ما راح اقدر اكلهم كلهم بس راح اعيش. شايفين يا جماعه حاطين كنا كريمه عليه من برا وبعض الالوان الخفيفه جاي برا. خلينا نشوف نعيش وياها. لما انا عارف الطعم خلاني اشتري اربع اشياء غيره بسبه الطعم هذا. حلوين، كنا بسكوت على خبزه شيء غريب، شيء غريب. فطيره تقدرون تسمونها فطيره. كنا بسكوت مالح هش تقريبا كذي. الحشوه اللي فيه كنا مربى فراوله. للامانه انا وايد عاشق هالشيء هذا، حبيته فعلا حبيته. فهذا اول منتج خلاني اعشق التارتس، البوب تارتس. حلو، ما راح اقدر اكمله كله لان وراي حلقه يا جماعه. احس لو وسخنا شوي كذي قطه بالميكروويف ب 10 ثواني راح يكون شيء جبار. احس كذي، ما جربته بس احساسي كذي. لكن هذا كتقييم اعطيه 45 من 50. حبيته يا جماعه، حبيته من اول لقمه. نروح على اللي بعده توكم شفتوه، اوريو. نفس النظام، في اربع حبات. طبعا مو اوريو، كوكيز اند كريم، مو اوريو. تجربه انك تفطل ام حلوه يعني. اذا ما كنت غلطان هذا يعتبر من الاشياء المستورده الغاليه شوي بمركز سلطان. نفس النظام، كريمه برا عليها حته اوريو كذي، كوكيز اند كريم. اوكي، وشايفين لونها اسود. نجرب بسم الله. فيها حموضه شوي، فيها حموضه خفيفه، لسعه خفيفه كذي. بنفس الوقت معطيني تجربه الاوريو ككيك اوريو، مو معطيني اياها كتجربه الاوريو التقليدي. اللي مجرب ايس كريم اوريو تقريبا وايد قريب منه نفس الطعم، بس التجربه بشكل عام يعني على الحموضه الخفيفه اللي فيه، اللسعه الخفيفه هذه مع الكريمه مع البسكوت، انا اعطيه 40 من 50. ما اعطاني تجربه الاوريو الفعليه ولا وصلني مستوى الطعم اللي انا عشقت التارت عشانه. تجربه جديده، كأنك قاعد تاكل كيك. للاسف هذه بعد ما راح اقدر اكملها لان فعلا تشبع يا جماعه، يعني سناك حقيقي. انا بالنسبه لي يعني اكل واحده من هذه فعلا تملي بطني الوحده، فما بالك ثنتين. يعني ممكن يكون شيرنج بين اثنين اكثر ما هو تجربه شخص واحد. حلوين، نروح على اللي بعده، براون سينمون ان فروست. حلو، مو جامده مو يابسه. اوكي، هذا السينمون ما فيها شيء من برا، بس قاعد احس ان فيها اوف ريحه سينمون قويه. المهم واضح وضوح الشمس انها محشيه وايد من داخل، وايد فيها حشوه يعني طالعه شوي لبرا على الخفيف، وبنفس الوقت لونها واضح. ريحه السينمون رهيبه، اللي هو الدارسين ظرفه. نجرب. تجربتها تدرون كنا شنو؟ كنا معمول تمر وبدال التمر حاطين الدارسين. هذه تجربتها، يعني حرفيا قاعد اكل معمول تمر بس دارسين او قرفه او سينمون.
45 من 50 طعم رهيب يا جماعة. فعليا أحس التارت معمول أمريكي كذي، شيء جديد بالنسبة لهم، بس إحنا تقريبا متعودين عليه. هذا فيه ملوحة خفيفة إلا بصعوبة تقدر تلاحظ. لو رمضان كان بخلص عليهم واحدة واحدة. شوكولات فج حلو نعيش وياه من كيلوكس يا جماعة، يعني مو بوب تارتس هي الشركة، تصحيح. هذا وايد قاعد يتفتت ما أدري ليش. أوكي حلوين، في حشوة كاكاو من برا قوية، وايد واضحة لونها كأنه لون حليب كاديدي، نفس درجة اللون، أحس نفس الطعم ما أدري ليش. نجرب ونعطيكم راينا. في حشوة مو ملحوظة، كأنها مربى كذي وياها كاكاو وشيء كذي، مو قادر أصيده 100%، بس اللي فوق طعم الكورنفليكس هذا، شو يسمونه، نسيت اسمه، اللي على صورة شاذي، بس النوع الكبير كذي تقريبا. هذا التشويه، هذا التشويه. كواليتي يخرع يا جماعة، والله الكواليتي يخرع. 45 من 50 100% المعمول الأمريكي. حلوين. عندنا سمورز، أتوقع اسمه كذي، سمورز صح، اللي هو المارشميلو مع الكاكاو. خلينا نعيش وياه نفس التجربة، بس ما أدري هل مبين وياكم، في واحدة محمشة أكثر من الثانية. ناخذ اللي فوق واللي تحت، أحس لازم ناخذ اللي تحت. وين ضبط الجودة يا جماعة يا كيلوكس، وين ضبط الجودة؟ حلوين، هم نفس النظام، في برا عليه كاكاو، نوع معين من الكاكاو، الحين ما عرفت شنو هو بالضبط، المفروض انه فيه مثل طعم مارشميلو وشيء كذي. ان شاء الله تكون باينه، بس في شيء ابيض هني ويا الكاكاو، مكس طيب. اتوقع انه صدق مارشميلو، الطعم واضح انه مارشميلو. صاير لاين بلاين، كل لاين شيء، كاكاو مارشميلو كاكاو مارشميلو كاكاو. صراحه انا مو وايد خبير بالطعم هذا، بس اوفرول هم عجبني، هم راح اعطيه 40 من 50. ما عجبني اوف وايد، كسر الدنيا، نفس طعم الكاكاو تقريبا بس عليه مارشميلو، ومو وايد يعيز لي الكومبو. حلوين، هذه تجربتنا حق ماركت كيلوغز بوب تارتس، فراح نعيش ويا البوب تارتس الفتره الجايه. كل شوي بوطلي واحد واكل، جايز الفتره الجايه يزيد وزني ما ادري ليش. ها شايفين حلقه الاوريو، شايفين هالحلقه، فاذا زاد وزني يعني ما ادري ليش. حلوين، ما نمل عليكم اي شيء، هذا راينا وهذا تغييرنا الشخصي. بالنهايه شو نقول؟ فما الله، السلام عليكم.